أهلا بكم إلى العالم هذا المساء أنا رشا قنديل هذه العناوين. مع تواصل الاحتجاجات في لبنان جمعية المصارف تقرر إغلاق البنوك مجددا يوم الغد وحاكم المصرف المركزي يقول إن المصرف يعمل على حفظ أموال المودعين. أي تداعيات للتطورات التي يشهدها القطاع المالي على الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في لبنان. تركيا تشرع في ترحيل مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الأجانب إلى بلدانهم. ما الجوانب القانونيه لتلك الخطوه وماذا عن تداعياتها على العلاقه بين انقره والاتحاد الاوروبي وجدل في مصر بعد الاعلان عن اول عمليه تجميد بويضات للانجاب اهلا بكم. الحرب في سوريا والعقوبات الامريكيه التي طالت القطاع المصرفي الثراء على الوضع الاقتصادي في لبنان. هذا ما قاله رياض سلامه حاكم مصرف لبنان المركزي، سلامه في مؤتمر صحفي اكد على ان المصرف يعمل على حفظ اموال المودعين في ظل الاحتجاجات المستمره منذ 26 يوما. اما اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان فعلق اضرابا كان قد دعا اليه غدا رغم ابقاء قرار جمعيه المصارف باغلاق جميع البنوك مجددا في يوم الغد. كلام مهم موظفي القطاع الي اضراب اعتبارا من يوم غد اضافه جوهريه للحراك المطلبي في لبنان وفي بيانه أكد الاتحاد أن الإضراب سيستمر حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكل طبيعي سياسة المصرف من عشرات السنين لحد هلا سياسة هي اللي أدت لتدهور الليرة يعني الهندسة المالية تبع الأستاذ رياض سلامي والفزكة المالية تبع فؤاد السنيورة هن اللي وصلونا لهون صار علينا دين نحن بحدود 120 مليار دولار كل مواطن لبناني عم يخلق عليه دين بحدود ال ألف دولار، وضع الليره متردي. آه هي مثل مثل العاده تخدير للشعب، صار من وقتها وعيت على وانا بسمع ليره بخير ليره بخير. هذا البيان جاء بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده رياض سلامه حاكم مصرف لبنان المركزي. أكد فيها أن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين مضيفا أنه من غير الوارد أن يتحمل المودعون خسائر بينما يستعد اللبنانيون للخروج مجددا إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية الحاكمة حماية الودايع في لبنان وهذا موضوع أساسي وموضوع نهائي ونحن أخذنا من ما يقتضي من إجراءات لأنه ما يكون عندنا خسائر على يتحملوها المدعين وبرر سلام العجز في الاقتصاد والتراجع في النمو الاقتصادي إلى الحرب في سوريا مشددا على تدابير محددة اتخذها المصرف رغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ عام 2015 التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي لا شك أنها ستزيد من الإرباك والغموض في المشهدين السياسي والاقتصادي ويرى مراقبون أن ما حدث يشكل نقلة في المجهول الذي يواجهه لبنان دعونا نستطلع أصداء التصريحات التي أدلى بها رياض سلامه من مراسلنا زميلي علي هاشم في بيروت. علي مساء الخير، ما هي أصداء ما قاله رياض سلامه خصوصا انه كانت هناك بعض الانتقادات وبعض الأصوات التي دعمت ما قال. الواقع يعني ما تحدث به رياض سلامه انعكاسه الأول كان على جمعية المصارف التي قررت الدخول في عملية تفاوض مع موظفي المصارف من أجل ثنيهم عن الإضراب المفتوح الذي أعلنوا عنه. ويعني بطبيعة الحال هذا الامر طبيعي بمجرد ان حاكم مصر في لبنان رسم خارطه طريق غير جذريه لكن علي الاقل اوضح ما يمكن ان يحدث في المرحله المقبله بشكل عام بالنسبه للطبقه السياسيه يعني هو يعبر عن ما يريدونه في في اطار السياسات الحكوميه المتبعه ولذلك فالامر لم يكن هناك عليه ردات فعل عكسيه او سلبيه في الشارع الامر اخر الامر مختلف تماما وهذا الامر تبدا في التظاهرات التي كانت امام مصرف في لبنان في ذات الوقت الذي كان يعقد فيه رياض سلامي المؤتمر الصحفي مساله الثقه بالقطاع البنكي عفوا حتى الان لا يمكن ان نلمسها لا سيما وان المصارف اليوم مغلقه بسبب عطله مولد النبي وغدا هناك اضراب اذا لا يمكن حتى الان ان نضع اصبعنا على كيفيه تفاعل الاسواق مع كلام الحاكم ربما غدا قد يبدو هذا في اسعار الصرف المتعلقه بالدولار في السوق السوداء إذا ما كانت سترتفع أو ستنخفض هذا أمر آخر يبقى أن الملف الرئيسي الذي سيكون له انعكاس عليه هذا الأمر هو مسألة تشكيل الحكومة مسألة الحراك بشكل عام في الشارع إلى أين سيذهب بالتالي ما أعلنه رياض سلامي يبقى حتى أن تفتح المصارف يعني فقط الكلام ولكن من من من, من بعض ردة فعل الجمعية علي هو إنها رحبت بأنه لن يكون هناك اعتماد لسياسة الكابيتال كنترول ما يسمى كات هل هناك أصلا من مخرج غير هذه الحلول خصوصا أنه رياض سلامة بشكل أو بآخر أنحى باللائمة في بعض هذه التراجعات للتصنيف الائتماني للبنان على المظاهرات أصلا إضافة إلى إشارته إلى قضية سوريا يعني مسألة التصنيف الائتماني للبنان ليس لها يعني بحسب التصنيف موديز هو كان بعد الورقة الإصلاحية التي قدمت للمتظاهرين لكن في نهاية المطاف لبنان هو في أزمة اقتصادية منذ منذ سنوات وتحديدا في القطاع المالي هناك تذبذب في أسعار العملة منذ ثلاثة أو أربعة أشهر إلى إلى الخلف هذا الأمر يعني أصبح هو معروف لكن المسألة الأخرى المرتبطة بكيفية تفاعل الطبقة السياسية مع هذا الموضوع مع موضوع ما أعلنه حاكم مصرف لبنان ربما يعني تشكيل الحكومة القادم سينعكس هذا الأمر في الورق الورقات الإصلاحية التي ستقدمها الحكومة هذا لأنه يعني في نهاية مطاف هناك حديث مفصل في الملف المالي وهناك خطط إنقاذ سيما ان البلاد دخلت نفقا مظلما منذ مرحله منذ فتره هناك مشكله في الاحتياطي احتياطي النقد في البلاد هناك مشكله ايضا الان ازفه وهي مشكله التحويلات الماليه حاول رياض سلامي عدم الذهاب باتجاه الهيركات او مساله الكابيتال كنترول لان النظام الاقتصادي اللبناني لا يسمح بهذا الامر من جهه ولان هذا الامر ايضا سيزيد من مساله عدم الثقه بالنظام الاقتصادي وبالنظام المصرفي من جهه ثانيه، بالتالي كان الذهاب باتجاه خطوات غير جذريه، يعني على قاعده انه يستطيع تستطيع المصارف سحب الاموال من مصرف لبنان بفائده 20%، لكنها تبقى داخل البلاد ولا تخرج خارج البلاد، تستطيع المؤسسات الاخرى التي تستورد المواد الرئيسيه ان تستفيد من مساله التحويلات والاعتمادات، لكن في نهايه المطاف لم يقدم حل جذري يمكن ان يخرج بالبلاد من هذه الازمه. شكرا جزيلا لزميلي علي هاشم مراسل بي بي سي في بيروت، وتحيه لك علي على البقاء ليلا ونهارا في الواقع منذ بدايه هذه الازمه، وكذلك لكل زملائنا في بيروت، اشكرك شكرا جزيلا. اتحدث الان الى ضيفي الدكتور كامل وزني الخبير الاقتصادي من بيروت. دكتور كامل اهلا وسهلا بحضرتك، نتوقع ان ينضم لنا ضيف ثان. قبل ان ابدا بالسؤال عن الكابيتال كنترول او الهير كات اريد فقط ان اسال حضرتك قضيه الازمه الاقتصاديه في لبنان هل هي عرض ولا مرض يعني كانت هي السبب الاساسي في خروج المظاهرات بس الان رياض سلام يتحدث عن انها اثر سيء لهذه المظاهرات يعني بالتاكيد هناك منظومه اقتصاديه هي هي التي ابتدات من 92 حتى الان سببت هذه الازمه التي تفاقمت واصبحت هذه المنظومه لا تستطيع ان تقف على قدميها وصح أصبحنا امام واقع صعب وخطير يعني عندما يعني عملت المنظومه منذ 92 التي قادها رياض صليبي وبعض السياسيين في لبنان على دعم الليره اللبنانيه وعلى دعم المصارف لكن على حساب الاقتصاد وصلت بتكلفه عاليه هذا اوصلنا الى مرحله بان حجم المديونيه اصبح كبير وتكلفه المديونيه اصبح اكبر وباعتباري بانه اذا حصلت حصلت هذه المظاهرات او لم تحصل هناك مشكله في تركيبه المنظومه الاقتصاديه هناك يعني من خلال الحديث هناك محاوله القاء التهم على وضع التظاهرات على الوضع في سوريا على وضع ما يحصل في المنطقه لكن بالنهايه هناك اقتصاد لم يلتفت اليه يعني صناع القرار في لبنان ولم يستثمروا في قطاعاته على مستوى الصناعه على مستوى الزراعه على مستوى تطوير الخدمات في لبنان ولم ينفقوا على البنى التحتيه على الاقل يعني ما يسمى بالفايبر أبتك وغيرها من الامور التكنولوجيه التي هناك يعني ابداعات كبيره في لبنان لم يتم الاستفاده منها طيب بهذا اتحول الى ضيفي المنضم الينا الان دكتور نسيب جبريل كبير الاقتصاديين بمجموعه بنك بيبلس، دكتور نسيب اهلا وسهلا بحضرتك، الحديث عن انه ربما المظاهرات اسهمت في حاله من خفض التصنيف الائتماني، الركود الاقتصادي، تعطيل عجله العمل كما يقال، لا يمكنها ان تخفي انه الازمه الاساسيه هي ازمه السياسات التي وضعت، السياسات الماليه والاقتصاديه اللبنانيه قبل سابق، ما راي حضرتك في هذا الطرح؟ لا اولا الحاكم لم يتهم الحراك الشعبي بتسبب الازمه الحاليه ابدا هناك تراكم اهمال اهمال من قبل السلطه السياسيه والاحزاب الحاكمه وخصوصا على مدى الثلاث سنوات الماضيه اهمال الوضع الاقتصادي بالكامل والتركيز على زياده الضرائب موجه بعد موجه من زياده الضرائب واهمال البنى التحتيه والخدمات العامه وارتفاع النفقات واتساع حجم القطاع العام واصبح القطاع العام عبء على الاقتصاد اللبناني وعلى الماليه العامه وهذا هو السبب الاساسي للوضع الذي وصلنا اليه اليوم الأوضاع الإقليمية طبعا لها أثر ولكن التداعيات الأساسية هي إهمال السلطة السياسية في لبنان لأولويات الاقتصادية أو اعتبارهم الأولويات الاقتصادية هي الأولويات التي تناسب أجندتهم السياسية والانتخابية فمكافحة التهرب الضريبي هو فقط على الورق والتهريب عبر الحدود لم يعالج والنفقات الى ارتفاع وصلت الى تقريبا 18 مليار دولار في 2018 والتركيز فقط كان على في الخطاب الاصلاحي على زياده الضرائب الاصلاحات تبقى بقيت في الخطابات وعلى الورق وكل ما طبق من هذه القرارات هو زياده الضرائب ورسوم طيب. على القطاع الخاص وعلى لا. المواطن اللبناني كانت هناك مما ادى الى انكماش الاقتصاد اللبناني كانت هناك اشارات ايضا للدكتور كامل وزني سؤالي اشارات الى الحرب في سوريا والعقوبات الامريكيه، الى اي مدى ذلك يتقاطع مع السياسات اللي حضرتك اشرت اليها خصوصا وانه رفع سعر الفائده بالنسبه للمودعين مفترض انه كان ممكن ان يستغل في رفع معدلات التنميه مثلا وهو ما لم يحدث لانه العمله في لبنان غير محرره. انا بعتذر السؤال هو للدكتور كامل وزني بعتذر من حضرتك دكتور كامل يأ. انا اسال حضرتك عن السياسات طيب. المصرفيه طيب. ومساله رفع سعر الفائده بالنسبه للمودعين والمستثمرين في لبنان الذي مفترض ان يقابل احيانا في يعني خطط اقتصاديه برفع معدلات تنميه يعني القطاع الصناعي مثلا وهو لم يحدث فما السبب يعني بالتاكيد السياسات النقديه في لبنان والسياسات الماليه لم تدعم القطاعات الاساسيه ولم تقدم اي حوافز مهمه كان مطلوب يعني في السابق ان نقوم بعمليات اصلاحات كبيره حتى تاتي اموال من سدّر لتعويم الاقتصاد باستثمارات جديده لكن اليوم بالنسبه الى حجم المديونيه الذي قاربت يعني 90 مليار دولار خدمه مديونيه قد تفوق عن 7 مليار دولار هذا يساوي 60% من من الريفيو من من يعني من الايرادات للبنان وهناك يعني المخاوف التي هي يعني ضربت هذا الوضع الاقتصادي وادت الى ارتفاع يعني اسعار الفوائد حتى اليوم حديث الحاكم عن يعني توفير سيوله للبنوك بنسبه 20% بالمئة بالمئة. يعني هذا ربما سياسات ربما لا تكون موفقه في هذا الوقت باعتبار ان البنك المركزي يجب ان يعالج الامور بطريقه افضل من ذلك وان يوفر سيوله بس, بس على غرار ماذا يعني هو, هو لن يتم اللجوء للكابيتال كنترول او كات فما هو الحل البديل المقترح الذي حضرتك تراه ناجعا في هذه المرحله ما دون المسكنات اليوم يعني يعني اليوم هناك ما يعني الكابيتال يعني كنترول انا ذهبت الى البنك وقال لي البنك لي يمكن ان تسحب يعني 1500 دولار في الاسبوع هذا كابيتال كنترول يعني حتى لا نضحك على على انفسنا هناك في هناك كابيتال كنترول موجود لكن غير معلن باعتبار ان ليس هناك يعني قولا لهذا الموضوع وليس هناك جراءه من قبل الجمعيات المصارف او من حاكميه مصرف لبنان التي حاولت ان تحصل على تفويض من 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 طبعا من مجلس النواب الذي رفض رئيسه هذا الموضوع، لكن بالنهايه هناك اجراءات ربما هي اكثر قساوه من الكابيتال كنترول التي فرضت في اماكن عديده من العالم، لكن اليوم تصريح الحاكم هو وجه رساله واضحه الى المصارف ان يخففوا الاجراءات التي تم يعني اخذها، لكن راح لاحظنا ان موظفي المصارف ذهبوا الى الاضراب يعني هناك لعبه يعني ربما يجب ان يخرج منها النظام المصرفي وان يرتب الاوضاع حتى تعود الثقه يجب ان تفتح البنوك يعني كل يوم ولساعات طويله وان توفر السيوله لكن ضمن ضوابط تعيد من خلالها الاستقرار المالي والنقدي الى البلد طيب هذا لا يعني بان الجهة السياسية يجب ان تشكل حكومه ايضا لتساهم في عمليه الاستقرار ايضا دكتور نسيب هل ترى انه تحميل الازمه على المستثمر او المستهلك او المودع حل ناجع لانه ذلك يرى انه ربما يكون هو الخيار الوحيد في الفتره القادمه رفع اسعار الفائده مره اخرى او ما الى ذلك هل يمكن تحقيق ذلك من دون اتخاذ قرارات جذريه من مثيل مثلا خصخصه القطاع العام تحرير سعر العمله عدم ربط العمله اللبنانيه بالدولار ما الى اخره ورفع احتياطيات الحكومه السلطه التنفيذيه في اداء واجباتها لكي يمنع التضخم والكساد. يحاول اليوم العديد من الاطراف في لبنان حرف الانظار واتهام تحميل القطاع المصرفي مسؤوليه الوضع الذي وصلنا اليه. المسؤوليه هي اصلا وسبب الحراك الشعبي هو اهمال السلطه السياسيه للاولويات الاقتصاديه والمعيشيه والنقديه ايضا. لأن مصرف لبنان ليس مسؤول عن السياسات المالية ولا عن تفعيل العجلة الاقتصادية م. هذه من مسؤولية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الذين كانوا غائبين عن السمع واستخدموا القطاع العام لأغراضهم السياسية مثلا توظيف 31000 ألف شخص بين 2014 و2018 واستمرار بزيادة النفقات بشكل غير مضبوط وغير مسؤول. فالحرف المسؤوليه اليوم عن عن السلطه السياسيه الى القطاع المصرفي اصبحت واضحه وغير مقنعة لأحد المسؤولية تقع بالكامل على كاهل السلطة السياسية والأحزاب التي تسيطر تقول على السلطة بس ما تقوله حضرتك في يا دكتور نسيب و... وما يقوله ضيفي الدكتور وعليهم كامل. وعليهم تطبيق ال... عليهم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن هذا أول هذه هي أول خطوة إذا بقي نظام المحاصصة سيدي الفاضل أن تطبق الإصلاحات التي تعيد الثقة إذا... ليس على القطاع المصري في أن يتخذ هذه الإجراءات ليس باستطاعته تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات هذه من صلاحيات السلطة التنفيذية طيب ممكن أطرح على حضرتك سؤال إذا حضرتك تشير إلى التصور أنك تشير إلى استفادة أو تربح أو مصلحة سياسية لدى الأطراف الحاكمة في نظام المحاصصة الذي أصلا اللبنانيون خرجوا على الأقل منذ الأسبوع الثاني ينددون به إذا غيرت الحكومة وبقيت سياسات المحاصصة ستبقى مسألة المصالح والعائلات والتربح من وراء ذلك والتعيينات الخاضعة لهذه الفئات في المجتمع اللبناني ستبقى كما هي وبالتالي ربما القضيه في الازمه الماليه تحتاج الى قرارات باتره كما سبق وذكرنا، ما راي حضرتك؟ لا طبعا تحتاج الى قرارات جذريه ولكن ما يطالب به الشعب اللبناني هو حكومه اختصاصيين لها صلاحيات استثنائيه تتخذ هذه الاجراءات التي من شأنها أن تحدث صدمة إيجابية في الأسواق المالية والتجارية ولدى المستهلك والمستثمر والقطاع الخاص ما يريح الوضع ويرفع الثقة ويؤدي إلى ضخ سيولة مجددا في الأسواق ما رأيك يا دكتور كامل توافق على هذا الطرح إذا, أن إذا شكلت حكومة تكنوقراط وحتى هذه اللحظة لا يبدو ذلك في الأفق بشكل ما لأن هناك مصالح وتقسيم وعائلات ونسب وما إلى ذلك وبقيت الوزارات السيادية المتعلقة بالسياسة المصرفية اللبنانية في أيدي منهم في أيديهم الأمر بالفعل الآن هل سيتغير هذا الوضع؟ هل هذا حل؟ يعني بالتاكيد كما قلت في البدايه هي هي مشكله منظومه اقتصاديه وهي المشكله ليست مشكله الحراك اليوم باعتقادي ان ان الدين الذي وصل من 92 حتى الان الى 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 90 الى ما يقارب 90 مليار دولار هو لم يحصل خلال يعني هذه الاسابيع الاخيره هو تراكم يعني ب 92 كان ربما حجم المديونيه يقارب مليار مليارين دولار اليوم نحن على على 90 مليار دولار دفعنا فوائد في لبنان لخدمه الدين تقارب 60 70 مليار دولار لذلك هي المنظومه علينا ان نغير هذه المنظومه الاقتصاديه التي ركبت لمنافع يعني أشخاص في لبنان ودفعت فيها يعني فوائد مرتفعة أدت إلى 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 أرباح كبيرة للمستثمرين وللبنوك التي حسنت يعني من من ملائتها على حساب الطبقة الطبقة الفقيرة والمتوسطة اليوم ربما إذا استطعنا أن نشكل حكومة نستطيع أن نتعامل مع المشكلة لكن هذه المشكلة ليس بالسهل أن تذهب في أي وقت قريب هناك ربما سوف يكون تضحيات وربما هناك امور تقشفيه يجب ان نكون يعني صريحين وان نصارح الشعب اللبناني عن حجم المخاطر والمخاوف والتضحيات التي يجب ان تقدم في هذا المجال، لكن باعتقادي هناك مجموعه تقشفيه من القرارات يجب ان تتخذ ومجموعه من الاصلاحات يجب ان تتخذ وهذا يعني هذا الشيء لن يؤدي الى انهاء المشكله. ولا حتى لو شكلت هذه الحكومه لكن يخفف قليلا من يعني المخاوف الموجوده دكتور نسيب جبريل هل براي حضرتك التطرق الى قضيه سوريا وما جرى فيها وانخراط قطاع من السياسيين اللبنانيين في الحرب في سوريا قطاع وحيد طبعا هل ذلك منصف ولا مجحف وهل ذلك يحل المشكله اذا ما تم التراجع لانه ما حدث حدث بالفعل منذ عده سنوات؟ لا لم يكن الحاكم يؤشر الى هذه الناحيه كان يقول ان تداعيات الحرب في سوريا طبعا له اثر على الوضع اللبناني على ثقه المستثمر على الحركه الاقتصاديه هذا شيء طبيعي كيف يمكن ان يؤثر ذلك على ثقه المستثمر اذا لم كان قطاع اذا لم يكن هناك قطاع في لبنان منخرط عسكريا في سوريا واشار البعض في السنوات الفائته لأن ذلك سبب اساسي في قضيه اللاجئين ايضا القادمين من لبنان الى سوريا العكس اعتذر من سوريا الى لبنان لا لا يعني ننتقل الى موضوع كلي مختلف كليا نحن لسنا نتكلم عن اللاجئين السوريين الحرب في سوريا كان لها تداعيات اقتصاديه ليس فقط على لبنان على كل البلدان المجاوره على الاردن على العراق بالاساس على الدول التي استقبلت لاجئين سوريين وادى الى تراجع الصادرات اللبنانيه والى تراجع الاستثمارات في لبنان وليس موضوع منفصل على الاطلاق لانه الاشاره من جانب عدد من الوزراء ومن جانب عدد من المسؤولين وجلهم يبارز حزب الله ذهب الى انه مساله اللاجئين السوريين اثرت على الاقتصاد اللبناني المساله هي يعني هو ذات الموضوع نحن في لب القضيه بس هي الحرب ككل اثرت وطبعا اللاجئين اثروا ولكن ليس هذا الموضوع اليوم، اليوم الموضوع ان ان الحرب في سوريا كما عدد الحاكم هناك عده عوامل اقليميه اثرت على تدفق رؤوس الاموال الى لبنان ولكن اريد ان اوضح بعض الشيء ان القطاع المصرفي ليس هو المسؤول عن لم يرفع ملأته على حساب الطبقه الوسطى والفقيره ابدا بالعكس القطاع المصرفي بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية تحملت منذ 25 سنة مسؤولية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي وبالتالي والأهم الاستقرار الاجتماعي منفردة مم. فاليوم حان وقت للطبقة الحاكمة أن تتحمل ولو جزء بسيط من هذه المسؤولية بدءا بتشكيل حكومة سريعة وتغيير نمط تفكير هذه الطبقة من خلال أعطاء صلاحيات استثنائية لهذه الحكومة وأعطائها المجال لتعمل بشكل جدي دكتور كامل وزني الي اي مدي ذلك منفصل ما قاله الحاكم فيما يتعلق بسوريا منفصل عن قضيه اللاجئين خصوصا ان لبنان يعني علي صوته شكوى الي كل المنظمات الاغاثيه الدوليه انه اقتصاده لم يعد يحتمل المزيد من اللاجئين ما رايك؟ يعني يعني بالتاكيد رئيس الحكومه السابق او المستقيل يعني اعلم باوقات سابقه بان ربما الازمه السوريه كلفت الاقتصاد اللبناني اكثر من 17 مليار دولار، هنا تدفق للاجئين موجود في لبنان هذا اثر سلبيا، لكن اليوم نستطيع ان نستفيد من عوده الاستقرار في سوريا وفتح يعني معبر ابو كمال لتصدير يعني الصناعات اللبنانيه الزراعيه الى العراق، ربما اليوم يجب ان يتعامل معنا العالم طبعا لدعمنا لاعاده الاستقرار الى المنطقه ربما يساعد اللبنانيين لكن بالعوده الى النقطه اليوم في في مساله يعني هذه خارج السؤال لكن هي بالبدايه اليوم هناك هناك تفاوت طبقي كبير يعني اليوم في لبنان هناك 8000 شخص يسيطرون على 70% من الثروه هؤلاء استفادوا كثير من هذه الفوائد المرتفعة التي قدمتها يعني السياسات النقدية والتي استفادت منها البنوك على حساب بقية الشعب اللبناني هناك أرقام واضحة بأن التفاوت الطبقي سببته هذه السياسات النقدية التي خلقت يعني هذا الجو التي وضع مجموعة كبيرة من الناس تحت الفقر ومجموعه م. قليله في الغناء الفاحش الذي نعيشه في لبنان، لكن موضوع سوريا والملف السوري اثر سلبيا على الاقتصاد اللبناني، ربما ايضا العقوبات الامريكيه في مكان معين اثرت على الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم أم. اللبنانيين الموجودين في العالم م. لديهم صعوبه في تحويل الاموال الى لبنان. يعني القرار هو اتخذ ضد حزب الله لكن في مكان معين طريقه التطبيق هو يطبق على طيب. جميع اللبنانيين دكتور كامل دكتور كامل وزني الخبير الاقتصادي اشكرك شكرا جزيلا وجزيل الشكر للدكتور نسيب غبريل كبير الاقتصاديين بمجموعه بنك بابلس شكرا جزيلا لكما العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه ايضا تركيا تشرع في ترحيل مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه الاجانب الى بلدانهم وجدل في مصر بعد الإعلان عن أول عملية تجميد بويضات للإنجاب أنا أيام حكم الإخوان أنا اللي قلت لها في التليفون قلت لها ما تجيش دلوقتي طلع في شمير بالفعل كان جلستي جاءت عيني في عينه قال لي أصدقك القول لو ما عادموا بهاي الليلة صدام إن أخذ وعبر العراق مشي صوبي يمشي يمشي قلت سيادة الرئيس قالوا لي ما سلم بالايد المشهد مع جيزان خوري تطور جديد في أحد أعقد الملفات التي أفرزتها الحرب في سوريا ألا وهو مقاتلو تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الأجانب وزاره الداخليه التركيه اعلنت اليوم البدء في عمليه ترحيل هؤلاء المقاتلين الى بلدانهم الاصليه امريكي والماني ودانماركي كانوا الدفعه الاولى التي غادرت تركيا بالفعل فيما ستجرى اعاده سبعه المان الى برلين نهايه الاسبوع الجاري وفقا للسلطات التركيه خطوه انقره هذه دابت على التهديد بالقيام بها مرات ومرات ما استدعى مراقبين للقول انها احدى اقوى ورقات الضغط التي ترفعها تركيا في وجه الاتحاد الاوروبي سيما وان دول الاخيره لطالما كانت ترفض استعادة مواطنيها الذين اعتقلوا شمال شرق سوريا أفتح نقاشا الآن مع ضيفي الدكتور خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ المحاضر في جامعة سوربون الجديدة في باريس وايضا في باريس الاستاذ مجيد بودن المحامي في القانون الدولي اهلا وسهلا بكم. اريد اولا ان اسال عن نقطه تقنيه لو سمحت لي يا استاذ مجيد لها علاقه بوضعيه هؤلاء لانه في تركيا تقول انهم مواطنون لهذه الدول وينبغي تسليمهم بالمقابل هذه الدول بعضها يريد ان يرفع عنهم الجنسيه بعضهم يقول انهم ارتكبوا الجرائم التي على الاقل لم يحقق في كثير منها حتى الان على ارض دوله معينه سوريا او العراق وبالتالي ينبغي محاكمتهم هناك ما هي وضعيتهم القانونيه الوضعية القانونية هي واضحة لأن المواطنين الذين هم يعني دخلوا في داعش وقاموا بهذه العمليات الاجرامية وهي عمليات تعتبر من الناحية النوعية والناحية القانونية جرائم ضد الإنسانية فمحاكمتهم يمكن أن تتم في عدة أماكن الاختصاص القضائي هو إما مقاضاتهم في البلاد التي اقترفوها الجرم أو في البلاد التي هم منتسبين إليها. وهذا الانتساب فيه نوعين، الانتساب الذي بقى الان موجود والدولة تعترف بانتسابهم ويجب ويمكن محاكمتهم في تلك البلد في ذلك البلد أو إذا وقع نزع الجنسية عليهم ويبقى كذلك المحاكمة في في ذلك البلد لأن القانون الدولي يمنع أن يبقى شخص مهما كانت جريمته بدون جنسية. طيب وبالتالي, وبالتالي حتى اذا رفعت ف... الدول الاوروبيه عنهم الجنسيه استاذ يعني ذلك انه هي هي التي تضع نفسها في الحرج لانها تخالف القانون الدولي واحد واثنين تضعهم تحت امره دوله هي تقول ان حقوق الانسان فيها ليست على المستوى المطلوب صحيح هي هناك اتف... هناك امكانيتين لا يمكن ان نقول ان الدوله الاوروبيه تخرق القانون الدولي اذا طلبت من دوله ثانيه محاكمه منتسبيها على تلك يعني في 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 ذلك البلد م. لان هذا جائز لان الامكانيتين موجودتين الاختصاص القضائي هو في في امكانيتين والامكانيتين مقبولتين م. قانونيا لذا هذا اتفاق بين الدولتين لكن هناك امكانيه اخرى لان العمليه ليست مجرد عق... مجرد جريمه بسيطه مجرد جريمه عاديه وأو... و و... و... ويجب التذكير ان اي جريمه كانت ليس بسيطه ولكن هذه جريمه كبرى طيب انا ساعود ساعود مع حضرتك بعد دقائق كاسات. لقضيه نوع المحكمه التي يمكن ان تشكل لهؤلاء اذا رفضت الدول استقبالهم بس اسمح لي اولا ان اولا ارحب بالدكتور خطار واطرح عليه السؤال المتعلق بانه لو افترضنا ان تركيا تفعل ذلك من باب المماحكه او انها تضغط على الدول الاوروبيه كما ضغطت عليهم بقضيه اللاجئين قبل سابق آه لا تزال هذه الدول أم يعني تحرج نفسها بما طرحناه وخصوصا انه هؤلاء مواطنوها هي مسؤوله عنهم ولو رفعت عنهم الجنسيه فهي تفترض جدلا انه تم التحقيق والمحاكمه قبل ان تجرى حتى المحاكمه لا احد يدري من ارتكب هذه الجرائم ومن لم يرتكبها تحياتي لك ولفريق العمل للمحاور الكريم ولكل من يتابعنا نعم في هذه المسألة إحراجات كنا ننتظر مشاكل الدول الأوروبية مع معتقلي ما يسمى داعش داخل معسكرات قوات سوريا الديمقراطية فإذ بالمشكلة تحصل مع تركيا هذه مشكلة مزمنة لأنها منذ 2014 ولكن على ما يبدو كان هناك مفاوضات الآن لماذا تركيا أشهرت هذا السلاح لأن هناك ورقة اللاجئين التي استخدمت مرارا ورقة التلويح بالإرهاب والآن بعد عدم تأييد أوروبا لتركيا في المنطقة الآمنة شمال سوريا وفي موازاة اجتماع الوزراء الخارجية الأوروبيين تقوم تركيا بهذه الخطوة وكأنها تصب جاب غضبها على أوروبا بما انها لم تتمكن من ذلك لا مع روسيا ولا مع امريكا، بالرغم من انها انجزت اتفاقات مع الجانبين ولكن لم تحقق هدفها كما تريد في المنطقه الامنه شمال سوريا، الاهم من الناحيه التقنيه نعم الدول الاوروبيه مسؤوله عن مواطنيها، ومن ناحيه اخرى هناك مساله اضافيه فرنسا مثلا وبريطانيا حتى الان إذا كنت غير مخطئ غير مخطئ لا يمكنهما نزع الجنسية عن هؤلاء لذلك المسألة معقدة وبالطبع لا يمكن لهؤلاء البقاء في وضع غير قانوني وعندما يكو... وهناك معاهدات لتسليم المجمين تماماً،, تماما بالطبع هذا هو هناك سؤالي أوضاع تقالي. خاصة إذا ثبت قيامهم بعمل إجرام نعم. داخل الأراضي التركية. ولكن في هذا الموضوع هناك الان بدا الترحيل واعتقد في هولندا صدر قرار بقبول ذلك اتصور من ما يكون حضرتك يا دكتور خطار به مشكله بس حضرتك طرحت نقطه مهمه لحين نصلح الاتصال حضرتك طرحت نقطه مهمه اريد كان سؤالي التالي بالفعل استاذ مجيد بودن استاذ مجيد هناك سيناريوهان بحسب يعني درسنا قليلا في القانون الدولي انه اما ان يكون هناك اتفاقيات لتبادل المجرمين بين الدول وهي خاضعه لاتفاقيات موقعه وبالتالي ليس كل الدول يمكنها ان تسلم اشخاص الى دوله اخرى خصوصا اذا كانت هناك خشيه على ما سيتعرضون اليه في الدوله المصاب دوله الوصول وثانيا ما هي امكانيه ان يكون هناك محاكم دوليه لهؤلاء مثل ما حدث مع يوغوسلافيا مثلا مثل ما حدث يعني محكمه بعينها لقضيه بعينها ما هي امكانيه ذلك يعني هناك امكانيتين. يعني الامكانيه الاولى هي ان يقع تقع المحاكمه في الارض التي وقعت فيها الجرائم. اي هناك يمكن المحاكمه في العراق او في سوريا. النظام السوري ليس مضمون من ناحيه حقوق الانسان، النظام العراقي مشكوك فيه ولكن أرادت فرنسا وألمانيا وهولندا وبلاد أخرى أوروبية أن تقبل بذلك الوضع وأن تضع شروط بأن لا تقع تسليط عقوبة الإعدام. والنقطة الإمكانية الثانية هي أن تجلب هؤلاء يعني هؤلاء الدول أن تجلب مواطنيها وتحاكمهم حسب قوانينها وعلى أراضيها على مبدأ الجنسية محاكمة المواطن لأنه خرق قانون بلاده نفسه. ولكن هناك ردة فعل وردود فعل ممكن أن 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 يحسب على حساب أي أن هذه الدواعش المنتشرة يمكن أن تثأر من ذلك البلد والبلاد تريد أن تتجنب ردود الفعل بأن البلد الفلاني هو الذي قام بالمحاكمة يجب الانتقام منه العملية الآن يجب الخروج من هذه المشكلة الخروج من هذه المشكلة لا يمكن أن تكون إلا بأن نتبع القانون الدولي في سياقه من منذ حوالي ستين سنه الان م. اي ان تشكل تشكل حكومه ان تشكل محكمه آه محكمه ان تشكل محكمه دوليه على اساس القانون الدولي وتشكل في لاهاي مثلما شكلت محكمة اليوغوسلافيا التي حاكمت حرب البوسنة ومرتكبي الجرائم في بس يا أستاذ البصنة. مجيد هذا يقتضي إما مح... أن يقوم المحقق العام المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإثارة القضية وفتح التحقيق أو أن يقوم مجلس الأمن بطرح القضية ومن ثم يجري الحديث عنها بشكل وكأنهم يتحدثون باسم المدعين بالحق المدني الذين وقعت بحقهم هذه الجرائم، هل هذا ممكن؟ هذا ممكن ولكن الموضوع هذا يخرج عن, عن, عن محكمه الجنايات الدوليه لأن, نعم. لان هناك ضروري ان تكون الدول مش مساهمه في 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 وهناك مو... اي أيوة. ولكن عده دول لم توافق على توقع على مو... على معاهده روما والا يجب ان تقوم الان بهذا الالتزام. م. هناك الامكانيه الثانيه بي... ان يسير اتفاق س... وهذا الاتفاق هو سهل ان, ي... أن يقع ال... الوصول اليه. م. لماذا هو سهل؟ لان ب... البلدان الخمس يعني اعضاء م... المجلس, ال... المجلس الامن, الأمن الدولي م. هي الكل هي كلها لها نفس الهدف وكلها يعني مناهضه لداعش لما تسمى الدوله الاسلاميه ولذا هناك اجماع دولي طيب. واقرار دولي نعم. على ان تكون المحاكمه بمحاكمه دوليه ولذا المجتمع الدولي يتحمل المسؤوليه كامله ولا يمكن ان ننظر الى دوله واحده نعم دكتور خطار ابو دياب منذ الصباح يعمل مراسلون على استطلاع ما الذي جرى أو ما الذي سيجري في ترحيل هؤلاء يعني على أي طائرات سيوضعون تحت أي قوانين للملاحة الجوية كيف ستستقبلهم الدول الأوروبية إذا استقبلتهم ما إلى ذلك كيف تعتقد حضرتك أن العلاقات الدولية ستسري بهذا الإطار هل يمكن لدولة أن ترفض استقبال الطائرة الحاملة لهؤلاء مثلا من دول أوروبا وهل حل المحكمة الخاصة حل مقبول بالنسبة للدول الأوروبية اصلا لا يمكن رفض استقبال هؤلاء على الاغلب نظرا للعلاقات المتينه لتركيا مع كل هذه الدول الاوروبيه وحتى مع الولايات المتحده هناك معاهدات وفي نهايه المطاف بالامكان اصلا محاكمه هؤلاء في هذه البلدان وحتى لو كانوا من المقيمين فيها هذا من الناحيه القانونيه، من الناحيه السياسيه الاصعب هو هذه المحكمه الخاصه يتوجب ان تصدر بقرار من مجلس الامن الدولي، وهكذا قرار يجب الا يخضع لحق النقد الفيتو، هناك مشكله تمويل هذه المحكمه، مشكله اليات عملها، حتى الان تجارب المحاكم الدوليه لم تكن مشجعه تماما، واعتقد في طرح الجانب الكردي من قوات سوريا الديمقراطيه هذه الفكره، ولكن فضلت الحكومات الاوروبيه التفاوض مع العراق فضلت اساليب اخرى في التحويل مقاتلية من هناك م. على اسلوب طرح المحكمة الدولية بس الخاصة بس لماذا حضرتك نظرا خطار العملية المرافقة لذلك نعم بس دكتور خطار لماذا حضرتك ترى أن المحاكم الخاصة نتائجها لم تكن مشجعة باستثناء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الرئيس السوداني السابق وعدد من المتورطين في هذه الأعمال في دارفور المحاكم الخاصة التي أجريت وتمت على الأقل محاكم يوغوسلافيا محاكم أفريقيا يعني المسألة تمت وتمت بصيغة قانونية ووقعت الأحكام حتى غيابية على من آه لم يس يعني لم آه الذين فقدوا حياتهم او 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 توفوا قبل ان تتم المحاكمه. من المشكلات الاساسيه ان الولايات المتحده الامريكيه لم توقع على ذلك م. ومن هو مواطن امريكي له حصانه هذه من المشكلات اذا بالنسبه للدول الاخرى في مساله مثلا ساحل العاج أو مسألة رواندا, رواندا. آه لم يكن هناك إبداع كبير في هذه المحاكم ولذلك هنا في بعض المرات يعني لاحظنا مثلا المحكمة الخاصة حول اغتيال رفيق الحريري هي تعمل منذ 2007 نحن اليوم في 2019 ولم يصدر تصدر حتى الآن القرارات النهائية لذلك في هذا الموضوع أظن لا يمكن للدول الأوروبية أن تتهرب من مسؤولياتها حول مواطنيها في هذا الموضوع تركيا تضخم الارقام لانها تحاول كما قلت لعب كل الاوراق مع اوروبا ومنع اوروبا من اتخاذ مواقف ضد التصرفات التركيه في الشمال السوري بيد ان القانون هو القانون وفي هذا الموضوع على هذه الدول ان تتحمل مسؤوليتها. طيب يا استاذ مجيد الى اي مدى ما طرحه الدكتور خطار يمثل صعوبه امام تشكيل هذه المحاكم واعلم انه حضرتك قلت القضيه بعيده عن المحكمه الجنائيه بس حتى في المحكمه الجنائيه التي مفترض انها تطلع بجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب كبيره اذا ارتأى مجلس الامن بعد ان صدر قرار المحكمه انه ذلك قد يحدث يعني ازمه في بلد ما يمكنه ان لا ينفذ القرار ولا يقوم على تنفيذه وبالتالي حتى هذه المحاكمات بها ثغرات يمكن لمجلس الامن ان يعطي الصلاحيه الى الى محكمه الجنايات الدوليه ولكن العرف جرى ان هو خلق محكمه اخرى لتفادي بعض النقاط مثل عدم امضاء المعاهده من طرف الولايات المتحده الامريكيه وهذا لا يعطيها حصانه بل يعطيها عدم اختصاص وهذا مختلف تماما ليست هناك حصانه ولكن هناك عدم اختصاص فيما يخص المحاكم المختصة هي محاكم جنائية بنفس المعنى وبنفس الصلوحيات ونجحت في يوغوسلافيا محاكمة كارديتش وملاديتش كانت محاكمات ممتازة يعني طورت القانون الدولي أعطت الحقوق للضحايا وعاقبت المجرمين ومحاكمة أروشا بإفريقيا في رواندا يعني اعطت كذلك الحقوق وجعلت من رواندا بلد تخطى مساعب الحرب بس يا استاذ من دون من دون اجماع دولي او على الاقل اغلبيه تدفع بهذا الاتجاه راينا انه كانت هناك فضيحه البوسنه والهرسك مع تاخر الدول في محاوله الحيلوله دون وقوع الجرائم وانتظر حتى اتمت الجرائم صحيح. الاباده الجماعيه وبعدين تم تشكيل المحاكم صحيح ولكن هناك هذه أمور سياسية ولكن لا يعني أن تشكيل المحكمة هو في ذاته غير مقبول لا أنا هو بس مقبول. أقول لحضرتك أنه في غياب الإجماع الدولي إذا لم ترد الدول الأوروبية اللي هي مواطنوها هم من يسلمون أو يراد تسليمهم من جانب تركيا إذا لم يكن هناك إجماع من هذه الدول أن المحاكم الخاصة أو المختصة حلا ناجعا لن يكون الأمر صحيح ان في لبنان هناك مشكله قضيه رفيق الحريري هي تشكل مشكله ولكن هذا استثناء غير مقبول ولكن هو استثناء. لا اظن ان في الاعضاء الدائمين في المجلس في مجلس الامن هناك دوله اليوم يعني لا توافق على خلق هذه المحكمه، هناك الان مفاوضات موجوده الان بين فرنسا وبقيه الدول الاعضاء في مجلس الامن لتشكيل هذه المحكمه وستقع تشكيل هذه المحكمه لا يمكن لاي دوله إن كان ان تعارض ذلك لا يمكن لروسيا او الصين ان تعارض ذلك والدول الغربيه كلها متفقه على ذلك هناك اجماع لكي لا تبقى الدول الاوروبيه منفرده امام داعش لا يريدون ردة فعل مم. على مجتمعاتهم هو نقاش كبير وفي, وفي الواقع أريد, أريد له أن يمتد لفترة أطول لكن على كل حديثنا بهذا الشأن لم ينتهي لأن تركيا قائمة وشارعة في تسليم المزيد فبالتأكيد سيكون لنا حوارات معمقة كمان أكثر أستاذ مجيد بودن المحامي في القانون الدولي من باريس ممتنة لحضرتك أشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ المحاضر في جامعة سوربون الجديدة شكرا جزيلا لحضراتكم في مصر اثار اعلان الشاب ريم هنا عن تجميد بويضاتها عبر فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك حاله من الجدل في الاوساط المصريه وداخل مجلس النواب الذي انقسم اعضاؤه بين مؤيد ومعارض. ريم نفسها قالت ان اعلانها عن اجراء العمليه تاتي كمحاوله منها لتشجيع فتيات اخريات للقيام بالمثل لزياده فرصهن في الانجاب خصوصا بعد تاخر سن الزواج في الاعوام الاخيره. من القاهره أنا ريم مهنا عندي 38 سنة بحب أرسم وأكتب شعر وبشتغل بزنس كوتش يعني بساعد الناس إزاي يحلوا مشاكل شركاتهم وإزاي يوصلوا لأهدافهم أهم حلم عندي في حياتي أخيراً أخدت أول خطوة فيه يا ترى في كام بنت بتحلم نفس حلمي ازاي اكون ام ام من غير ما اكون اتاكدت تماما من الشخص اللي هرتبط بيه ده اصعب بكتير من اللي بشاركه شغلي وصفقاتي وفي نفس الوقت خايفه قوي ان حلم الامومه يفوتني وانا شايفه بنات كتير زيي الزمن عدى بيها في يوم من 18 سنه قريت موضوع عن حلمي وحلم كل بنت وهو ده كان أول الخيط اللي قررت أمشي وراه الموضوع كان تجميد البويضات كان في يومها عندي عشرين سنة وقررت إني لو وصلت لسن خمسة وتلاتين سنة وما كنتش لسه ارتبط هعمل العملية وفعلا لما تميت ال 35 رحت للدكتور وقلت له اتفاجئ جدا لما عرف اني بنت لسه ما اتجوزتش لان اللي يعرفوها دايما بيكونوا امهات عايزين ياجلوا الطفل التاني او التالت وبعد ما حدد ميعاد العمليه وبدانا لتجهيزها حسيت اني محتاجه برضو احكي لحد رحت لصاحبة عمري هبه دعمتني وانبسطت قوي بالفكره وقالتلي انتي صح بالرغم من ان العمليه اه دقيقه بس بسيطه مجرد هيسحبوا بويضات ويجمدوها لو ربنا كتبلي الجواز هاجي انا وجوزي علشان يخصبوا البويضه ولحظة ما قالوا إن البويضات خلاص بدأ تجمدها وإن هينفع يحتفظوا بيها سنين كتير قوي وهي لسه محتفظة بجودتها كنت عايزة أعرف كل الناس النهاردة قبل بكرة وبدأت فعلا أحكي لأصحابي خاصة المتجوزين منهم وعندهم ولاد علشان هم هيقدروا يعني إيه أمومة أكتر من أي حد لكن للاسف انا كنت عارفه ان يوم هعلن للناس كلها قد ايه هيبقى عليا هجوم فظيع وفي يوم, يوم قررت وسجلت فيديو ونزلته على الفيسبوك وانتشر بشكل كبير جدا وكل شويه حد يكلمني ويسالني ويبعت لي رسائل دي كانت بتخفف عليا قوي كل الاتهامات البشعه مرة يتهموني في ديني ومرة يتهموني في أخلاقي وكل مرة بحاجة أغرب من الثانية. بس الحمد لله دار الإفتاء على طول نزلت فتوى رسمي بأن العملية حلال وده كان بالنسبة لي إنجاز كبير أن يتم الحسم فيه بسرعة الدنيا حوالينا بتتغير وإحنا كمان لازم نتغير ونسيب كلام قديم ونبتدي ناكد على حقنا في رسم مستقبلنا وفي تحقيق احلامنا بس في سؤال مهم هل المجتمع اللي احنا عايشين فيه عنده استعداد حقيقي انه يتغير؟ الجانب الاخر في النقاش عن ذلك ربما هو الواقع الضمير الجمعي، الواقع المجتمعي ما يقابل هذه النظرة أو هذه الاطروحه او المبادره. من القاهره تنضم الي الاستاذه جانات عبد العليم الناشطه النسويه. استاذه جانات اهلا وسهلا بحضرتك، صحيح انه دار الافتاء يعني اجازت ما حدث وانا بالتاكيد لا اخوض نقاشا فقهيا، بس هي وضعت ضوابط لها علاقه بما قالت انه المحافظه على الانساب والابقاء على المساله بين الزوجين بعد اقامه العلاقه الحميمه ولو حدث الطلاق او الترمل لا يجوز لذلك ان يحدث. الى اي مدى الراي العام، الضمير الجمعي والفتاوى الدينيه يمكنها ان تقف امام هذه هذه المبادره تدفعها او تدفع عنها؟ انا رايي انه الفتوى الاخيره اللي صدرت عن دار الافتاء هتشيل لغط كبير عن الموضوع بشكل عام الي جانب ان انا شايفه انه المفروض انه يحصل حملات توعيه لانه في عندنا كتير من الفتيات بيحصل عليها ضغط مجتمعي لقبول الزواج في سن معين ارضاء لمقوله الحقي هاتي لك حته عيل فتلاقي البنت محتاجه تخلص مثلا الجامعه محتاجه تخلص ماجستير ودكتوراه عندها احلام في كارير وشغل معين وكل ده يضغط عليها بقبول الزواج في في التوقيت هي مش 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 مستعده له بمنطق الحق هاتي لك حته عيل ده تابو مجتمعي لازم العمل عليه تسويق انه فكره انه يا جماعه اهو نقدر ناجل الحلم مع الحفاظ عليه لانه في جزئيه مهمه جدا في في الجزئيه دي المفروض نتكلم فيها وهي العمر الانجابي عند المراه لو المراه ما استغلتش العلم المتاح والمنتشر والابحاث العلميه اللي بتتعمل طول الوقت لاطاله فتره العمر الانجابي للمراه جزء كبير من البنات اللي بياخدها دوامه الدراسه او العمل وبيحصل عندها عدد قليل من التبويض او العمر الانجابي عندها بطبيعتها البيولوجيه قليل فبتتحرم من من فرصه الانجاب فطالما عندي فرصه ان انا استفيد من ابحاث علميه وتجارب وعمليات في العالم كله مباحه ودار الافتاء المصريه قالت ان ما فيش فيها مشكله شرعيه فليه ما يتمش التوعيه وعمل بس, بس انا كما ذكرت حضرتك برامج تقول ان ده متاح دار الافتاء وضعت ضوابط وهذه الضوابط قد تحد من فكره انه المراه يمكنها ان تحتفظ بهذه البويضات لاستخدامها من من شخص اخر غير الزوج وهذا ما هو متاح مثلا في عدد من الدول الاخرى الدول الاوروبيه الى اي مدى فكرة المجتمع الأبوي يمكن مجابهاتها من دون أن يكون هناك فتاوى مثلا يعني لو لم تكن الفتوى صدرت لكانت القضية أكثر صعوبة طبعا لأنه إحنا في مجتمع مش بيدي الحق للمراه في اخذ قرارات تخص جسدها احنا في مجتمع منغلق تماما رافض اى مزايا ممكن تحصل عليها المراه حتى نتيجه الابحاث والتطورات العلميه وكل حاجه من دي بتحتاج عندنا فتوى شرعيه يعني لو ما كانش صدرت الفتوى الشرعيه دي كانت تم اتهام ريم مهنا بالكفر والزندقه والالحاد ونشر الفحشاء وكتير من الاتهامات الجاهزه المعلبه اللي بتنال اي حد بيفكر ياخد خطوه جديده المجتمع بتاعنا مش متعود عليها بس يا استاذه جنات هل في ذلك ربما مبالغه في التفاؤل لانه مثلا جرائم ترتكب لها علاقه بالختان مثلا صدرت ضدها فتاوى وصدرت ضدها قوانين عقوبيه في قوانين العقوبات وعلى الرغم من ذلك ربما يعني الارقام المتعلقه بالختان تضاءلت لكن الختان لا يزال موجود وموجود بكثره في دول كثيره مش بس في مصر لا عايزة اقول لك انه الموروثات الثقافية القديمة المترسخة في وجدان الشارع المصري اقوى كتير من من اي فتاوى ممكن عشان كده بقول لك احنا محتاجين برامج توعية م. انا شايفة انه الختان يقل بالبرامج التوعية مثلا مش بالقوانين القوانين والتشريعات القوانين والفتاوى لانه في النهاية بيلاقي في مردات عليها من شيوخ دينية اخرين بنلاقي في تهرب من القوانين كل ما يخص قضايا النساء محتاج اكثر منه ازاله اللغط المجتمعي والموروثات الثقافيه أكتر ما هو محتاج فتاوى وقوانين. بس ما هي اليات ان يتم ذلك؟ يعني انا افهم ان هناك حركه نضاليه نسويه في مصر منذ القرن التاسع عشر في الواقع قبل ان تظهر في اوروبا، لكن على الرغم من ذلك يقال من جانب البعض انه القضايا النسويه في دول كثيره من بينها مصر تتاخر تتراجع ولا تتقدم. لانه احنا طول الوقت بنلعب على التشريعات والقوانين والمجالس الحكوميه في عندي قاعده جماهيريه عريضه جدا في الكره والنجوع وهي دي اللي بيحصل فيها الجرائم اللي تخص اجساد النساء زي الختان وغيره طول الوقت لو بقى عندي حملات توعيه عن طريق كل اجهزه الدوله استراتيجيات تتفعل مش تترمى في الادراج القوانين والتشريعات والفتاوى مش بتحل مشاكل قد ما بتعمل اخفاء للمشاكل يعني الجريمه اللي بترتكب لو 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 ملهاش نص قانوني وصدر لها نص قانوني دون ما يحصل توعيه على ارض الواقع بمخاطرها هتفضل ترتكب بس بدون القاء الضوء عليها تحت ستار بعيد عن فلنفترض عن عين القانوني. فلنفترض انه الواقع الرسمي القانوني لن يتحقق أو لن يكون ناجعا كما لم يكن ناجعا في عدد من القضايا الأخرى على الأقل لم يساهم في وأدها كما هو مراد ماذا تفعلون يعني ماذا تفعلين حضرتك والنشطاء الاخرون يعني المهتمين معنيين بحقوق الانسان مش بس بحقوق المراه والقانونيون منهم تحديدا في ان يحاولوا ان يعني يصلوا الى ما حضرتك تريدينه التوعوية. لأن الحملات التوعويه لانه حملات توعيه في قضيه كهذه مثل ما يسمى بجرائم الشرف والختان وما الى ذلك اما اطباء او محاميون مثلا يعني اه انا انا شايفه انه لازم يكون في اراده ونيه حقيقيه من الدوله لمساعده المجتمع المدني على نشر حملات التوعيه الخاصه بكل جرائم العنف الجنسي الخاصه بكل ملامح التوعيه والصحه الجنسيه وتتقسم برامج ويبقى فيه حمله قوميه بتشتغل على كل حاجه بدايه من التعليم يعني تتضافر فيها كل اجهزه الدوله من ثقافه اعلام تعليم كل ده لو تضافر في حمله قوميه للنهوض باوضاع النساء والتثقيف حوالين الصحه الجنسيه والانجابيه، التثقيف حوالين الجرائم الخاصه بالعنف الجنسي واجساد النساء وانتهاكاتها، كل ده لو بقى في نيه حقيقيه مم. مش كلام بيتقال في الميديا بس، مم. الحكومه بكل اجهزتها لو سمحت وفتحت الطريق للجمعيات القاعدية الموجودة في القرى والنجوع والصعيد والارياف، كل ده لو لو سمحوا فتحوا المجال للجمعيات دي تشتغل بجد. <applause> عفوا مع فرصة أنه يبقى في تدريب وتوعية للعاملين بالجمعيات دي في ايصال المعلومات للنساء دول هيبقى في نقله نوعيه بجد مش مجرد كلام بيتقال في قوالب وبراويز طيب استسمح حضرتك اسالك السؤال والاجابه عليه بعد اذنك عشان ضيق وقتي تكون بنعم او بلا، هل لمستم استجابه فيما يتعلق بانواع معينه من الجرائم؟ يعني الختان راينا انه كانت هناك حملات حكوميه شديده، لكن في قضايا لها علاقه بانتهاك اجساد المراه مثل الاغتصاب الزوجي مثلا، مثل السماح بتجميد البويضات وما الى ذلك مش السماح يعني إن انه انه ان يكون الامر مقننا هل لمستم استجابه في هذه القضايا لا ما اعتقدش انه ممكن يحصل فيها اي استجابه لانه هتصطدم مع الشارع واحنا في توقيت الحكومه المصريه بكل اطيافها مش عايزه تعمل اي صدام مع الشارع شكرا جزيلا للأستاذة أن جنات عبد العليم الناشطه النسويه والحقوقيه اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار ولحضراتكم طبعا على متابعه العالم هذا المساء القاكم بعد غد في اصداره جديده منه شكرا لحضراتكم والى اللقاء في سر حب قصه المتصوف ابو الخواتم كانت حياتي كلها مشاكل لما دخلت نصحب الشيخ ناصر في زيارته لمولد سيدي عبد الرحيم القلاوي اسد وجد صوفي وثائقي جديد على بي بي سي نيوز عربي انا ايام حكم الاخوان أنا اللي قلت لها في التليفون قلت لها ما تجيش دلوقتي طلع في شمير بالفعل كان جلستي جاءت عيني في عينه